قالت المتحدثة باسم وكالة أونروا جولييت توما إن قطاع غزة أصبح مكانا غير مؤهل للعيش به. وأضافت توما أن سوء الأحوال الجوية يؤدي إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل في القطاع، مشيرة إلى أنه يوجد لدى الأونروا 150 ملجأ إضافيا، إلا أنها تحتاج إلى فتح المزيد من الملاجئ مكتظة ولا يمكن استيعاب المزيد من الأشخاص. وأشارت المتحدثة باسم وكالة الأونروا إلى أن الأشخاص يلجؤون إلى بناء أكواخ أو العيش في سياراتهم، موضحة أن الأونروا تقوم بإدخال المساعدات إلى المنطقة، إلا أن عملها يقتصر على رفح بسبب القصف العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.